تحية لكم مشاهدي الإخبارية السورية أينما كنتم إلى هذه التغطية المباشرة التي نواكب فيها خروج عشرات العائلات والأهالي من أحياء حلب الشرقية، هذه العائلات المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية، وكذلك تسليم عدد من المسلحين أنفسهم وأسلحتهم لوحدات الجيش العربي السوري. خلال هذه التغطية سوف يكون معنا مراسل إخبارية سورية من حلب، سوف ينضم إلينا بعد قليل أنس رمضان ليوافينا بآخر تطورات حول خروج العائلات والأهالي من أحياء حلب الشرقية، وينضم إلينا عبر الهاتف متابعة لهذه التطورات المحامي معن عساف عضو مجلس الشعب السابق. مرحبا بك أستاذ معن. مرحبا بك. أهلا بك. إذن قراءة لهذا المشهد اليوم، إنجازات على الأرض للجيش العربي السوري، بعد قليل سوف نتابع كذلك ونواكب خروج العائلات والأهالي المحاصرين في الأحياء الشرقية لحلب من قبل الإرهابيين، كيف نقرأ هذا المشهد؟ بداية نبارك للجيش العربي السوري هذا الانتصار، نبارك للقيادة، نبارك للشعب السوري بشكل للشعب السوري هذا الانتصار والتخلص من براثن الإرهاب في بني زيد. سيدتي عمت الفرحة في كل مدينة حلب بهذا الانتصار، وإن شاء الله هذا الانتصار سوف يكون باب لانتصارات أخرى وعودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب. بالنسبة لهذا المواطنين العائدين من هذه المناطق، من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، فنفسره أنه انتصارا للجيش العربي السوري، انتصارا لقيادة الجيش لقيادة الجيش العربي السوري، حيث أصدرت بإعفاء عن كل مسلح. السيد الرئيس أصدر مرسوما بالإعفاء عن المسلحين الذين يسلمون أسلحتهم ويعودون للانضمام إلى الوطن وعلى الأهالي العودة، فهذا دليل على حرص الدولة والقيادة على مواطنيها وشعبها. نعم، إذن في هذه الأثناء مشاهدينا نتابع هذه الصور من حلب ونتابع فيها خروج إذن عشرات العائلات من أحياء حلب الشرقية، طبعا خروج الأهالي المحاصرين قبل المجموعات الإرهابية في الأحياء الشرقية، ووصلت إلى حي صلاح الدين وقام عناصر الجيش باستقبالهم ونقلهم بالتعاون مع الجهات المعنية عبر حافلات تنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة. بطبيعة الحال محافظة حلب كانت أنجزت جميع الترتيبات الإجراءات من أجل استقبال الأهالي الذين يخرجون من أحياء حلب الشرقية، وقامت بتجهيز عدد من مراكز الإقامة المؤقتة المجهزة بجميع الخدمات، تم توفير المواد الغذائية والإغاثية فيها. إذن هذه الصور نتابعها من مدينة حلب، وينضم إلينا عبر الهاتف من حلب القس هارتيون سليميان رئيس الطائفة الأرمنية الإنجيلية في سوريا. مرحبا بك حضرة القس. ألو. مرحبا بك. أهلا فيكي. إذن أيضا اليوم كيف تتابع هذا المشهد لما يحققه الجيش العربي السوري على الأرض، وكذلك الآن نتابع خروج العائلات من أحياء حلب الشرقية ويقوم الجيش العربي السوري باستقبالهم ونقلهم بالتعاون مع الجهات المعنية عبر حافلات إلى مراكز الإقامة المؤقتة؟ سيدتي بداية نحن نهنئ سوريا بالكامل قيادة وشعبا على هذا الانتصار. هيدي انتصار كنا نحن عم نتمنى انه يكون شيء اختبار حقيقي لشعب حلب، لانه شعب الحلبي هو الشعب الصامت، وبالرغم من كل المتاعب والمشقات شعب الحلبي ضل عم يحمي بلده ومدينته. واليوم نحن بقيادة الجيش العربي السوري نحن شفنا هالانتصار الكبير يلي ركع السياسة الدولية في هذا المجال، ونحن نرى أن الشعب الحلبي اليوم فرحا ودائما هن مبسوطين وبيشوفوا حالهم أنه رجع لإلهم مدينتهم يلي هن ولدانين فيه، وبنفس الوقت هن اصطفوا مع هالانتصار قلبا وقالبا. فهيدا أنا بفتكر أنه أكثر من خبر، هيدا اختبار، هيدا حقيقة،
وهيدا الاختبار الحياتي اللي عشنا بمدينة حلب من إخلاء بني زيد وما جواره من المسلحين والإرهابيين الموجودين في هالمنطقة. نعم، سوف نتابع بطبيعة الحال الانعكاس كيف كان على الشارع الحلبي والارتياح لدى الشارع الحلبي الذي استهدف طيلة السنوات الماضية بقذائف الإرهاب التي كان منطلقها حي بني زيد وشارع الحلبي الذي عانى كثيرا جراء الإرهاب، متابعة لهذه التطورات والحاصل حاليا على الأرض ومتابعة لخروج الأهالي من الأحياء الشرقية في حلب. ينضم إلينا مراسل إخبارية السورية أنس رمضان مباشرة من معبر صلاح الدين. مرحبا بك أنس. نعم أنس، هل تسمعني؟ أهلا بك أنس. لو تضعنا في صورة هذه التطورات المستجدات، كيف تتم التجهيزات حاليا وكيف يتم استقبال الأهالي؟ نعم، تحية لك بداية ولضيوفك ولمشاهدي الإخبارية السورية. نحن تحديدا نقف يعني أمام معبر صلاح الدين، هذا الساتر الذي نراه هو نقطة الفصل بيننا وبين الأجزاء الأخرى من حي صلاح الدين التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. يعني يمكن لنا أيمن، يمكن لنا أن نتحدث عن يعني عدد من الأبنية خلف هذا الساتر، يوجد عدد من الأبنية التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا المعبر الذي استقبل منذ ساعة ونصف من الآن وربما أكثر بقليل عدد من المدنيين من أبناء حلب القادمين من أحياء حلب الشرقية عبر هذا المعبر إلى هذه النقطة تحديدا صلاح الدين، حيث تواجد الجيش العربي السوري. جل من دخل هم من النساء والأطفال. عند لقائنا بهؤلاء المدنيين تحدثوا لنا عن صعوبة القدوم إلى هذا المعبر وصعوبة التوجه بطبيعة الحال إلى أي من الممرات الإنسانية، إلا أنهم تمكنوا من القدوم والدخول، ومنذ قليل يعني فقط تم نقلهم إلى الأبنية السكنية التي خصصت كمراكز لاستقبال القادمين من أحياء حلب الشرقية والتي جهزت بكل الأمور الخدمية والصحية والإنسانية وأيضا المعيشية. إذن اليوم يسجل دخول أريد أن أعلم منك كل التفاصيل حول هذه النقاط. نعم، بداية إلى أين توجه الأهالي الذين تم استقبالهم من قبل رجال الجيش العربي السوري، وأين هي هذه المراكز وكيف تم تجهيزها؟ تفضل. قبل أن أتحدث عن المراكز دعيني أتحدث عن الاستنفار الحاصل منذ عدة أيام على كافة المعابر بما فيها هذا المعبر، معبر صلاح الدين. كان هنالك عدد لسيارات الإسعاف والهلال الأحمر وأيضا ممثلين عن محافظة حلب إضافة للجهات الأمنية والجيش العربي السوري. تم استقبال المدنيين وتم نقلهم عبر باصات خصصت لنقلهم إلى مساكن أو للمراكز التي خصصت لهم. هنالك مراكز وأبنية سكنية في جبرين الواقعة في ريف حلب، وأيضا هنالك مساكن وأبنية أخرى في منطقة الحمدانية التي تعتبر قريبة جدا من منطقة صلاح الدين، والعائلات التي تم نقلهم أيضا تم نقلهم إلى هذه المراكز عبر كما ذكرت باصات خصصت لهم. هي الدفعات الأولى التي تخرج من أبناء مدينة حلب إلى هنا إلى الأجزاء الخاضعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري. وإذا ما نظرنا يعني إلى الأبنية السكنية، يعني نحن هنا في منطقة تعتبر منطقة تماس، لكن هنا يتواجد عدد من المدنيين القاطنين هنا، بعض منهم لم يخرج على الرغم من هذه المشاهد الدمار والخراب الذي حل هنا في صلاح الدين. البعض منهم لم يخرج والبعض منهم يعني تواجد أيضا في هذا الحي، لكن اليوم نجد هذا التطور الملحوظ على الرغم من كل ما أقدمت عليه المجموعات الإرهابية المسلحة. يعني كما ذكرت لك كان هنالك صعوبة لخروج المدنيين في ظل تعنت المجموعات الإرهابية المسلحة ومنعهم لخروج أي مدني عبر المعابر. ونقلنا ما حدث في معبر بستان القصر من خلال استهداف المعبر برصاص قناص الإرهابيين المتواجدين في منطقة بستان القصر، إضافة أيضا إلى الأهالي الذين دخلوا. استطاعت مجموعة مسلحة من الجنسية السورية الفرار أيضا إلى هذا المعبر وقاموا بتسليم أنفسهم وأيضا
أسلحتهم إلى الجيش العربي السوري وأوضاعهم باتت يعني بطبيعة الحال معروفة. هنالك تسوية يعني تحدثت عنها المصادر العسكرية وأيضا الرسمية، لذا هذه المجموعة التي سلمت أسلحتها وأنفسها هي سيتم تسوية وضعهم. وقالوا لنا أيضا بعض المسلحين، قال لنا بأن عدد من المسلحين من الجنسية السورية يود يعني القدوم وتسليم أسلحتهم. تحدثوا لنا عن استلام زمام أمور الفصائل المسلحة بيد القادة الأجانب المقاتلين الأجانب، والذين وصفوا أعدادهم بالأعداد الكبيرة وأيضا المؤلفة والتي تتواجد أيضا في أحياء حلب الشرقية. تحدثوا لنا عن الدعم التركي والأمريكي والخليجي من ناحية الأسلحة والمال، إضافة أيضا إلى الأغذية التي تصلهم. وتحدثت أيضا في العودة إلى الأهالي، تحدثوا لنا عن الجوع الكبير الذي عانوا منه خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بأخذ كل ما في الأسواق من مواد غذائية وخضار ووضعها في مستودعات تابعة للمجموعات الإرهابية المسلحة. سأنتقل على الفور إلى الأستاذ أو الدكتور محمد حزوري وهو مدير صحة حلب. دكتور، أنتم أيضا استنفرتم القطاع الصحي اليوم على هذا المعبر، الحالات التي تم استقبالها عبر العيادات المتنقلة. شكرا. بداية مبروك لسوريا النصر، الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. مديرية صحة حلب كانت حاضرة وبقوة من الأسبوع الماضي من خلال الاجتماعات التحضيرية لهذا اليوم. نحن الآن حاضرين مثل ما بتشوف حضرتك ميدانيا وبطواقمنا البشرية. حالات دكتور، الحالات اللي شفناها من خلال حالات الإجنة، تم فحص حوالي 15 حالة، جميعها كانت حالات خفيفة لم تستوجب النقل إلى المشافي، تم معالجتها مباشرة من خلال عيادات المتنقلة وفريقنا الطبي الموجود في موجود حاليا. لا يوجد أي نقص، وأنتم مستعدون لتغطية كل المعابر طبعا بتوجيه السيد الدكتور وزير وضع إمكانات كافة إمكانات مديرية صحة حلب لهذا لأهالينا القادمين من حلب الشرقية إلى حلب الغربية. شكرا دكتور محمد حزوري. كما ذكرت لك يعني بالعودة إلى الأهالي الذين دخلوا إلى هذه المنطقة، كما ذكرت جل الذين دخلوا هم من النساء وأيضا الأطفال، في إشارة إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة التي يعني أقدمت خلال الساعات القليلة الماضية إلى تجنيد كل الذكور في صفوفها بشكل إجباري، هذا كما ذكرت لك ما يعطي إشارة إلى قيام هذه المجموعات الإرهابية المسلحة في انتهاكات جديدة للمدنيين الذين يتواجدون هنالك في أحياء في أحياء حلب الشرقية. إذن العائلات الأولى دخلت عبر هذا المعبر بصعوبة وسجل فرار مجموعة مسلحة ودخلت إلى هنا رنا. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية في حلب، كنت معنا مباشرة من معبر صلاح الدين، تواكب خروج العائلات وعشرات العائلات من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، حيث تم نقلهم إلى المراكز المجهزة بطبيعة الحال من قبل المحافظة. أشكرك جزيل الشكر وسوف نكون معك فور ورود أي جديد. أعود إليك سيد معا لنتابع تعليقا منك على هذه المشاهد. سيد معن، هل تسمعني؟ أستاذ معن، إذا أنتقل للقس هاروتيون. أيضا أريد تعليقا منك على هذه المشاهد التي تابعناها، وكذلك نقلا للارتياح اليوم لدى الشارع الحلبي لهذه الإنجازات التي تتحقق على الأرض من قبل رجال الجيش العربي السوري، وهي مستمرة بطبيعة الحال، نتحدث عن عمليات مستمرة. نعم سيدتي، هيدي فرح يلي عم على كل مدينة حلب وسوريا بالكامل، وهيدا فرصة أنا بفتكر نحن لازم نغتنمها مشان نقدر نهني الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة يلي هالانتصار يلي نحن كنا مستنين أنه هيدا يكون حاصل محصول بالنهاية. وأهلينا بالمنطقة الشرقية وبمنطقة صلاح الدين كلهم جايين يرجعوا إلى حضن الوطن، لأنه شافوا الأمن والأمان والشفافية الكاملة عند الحكومة وعند المؤسسات الموجودة خدميا ضمن الحكومة السورية وبمحافظة حلب. واليوم مديرية الصحة ومديرية التربية والمحافظة والبلدية دائما موجودين لتحضين هذا الشعب
العربي السوري الموجود بهذاك الطرف، وهم عانوا الكثير من ايادي المجاميع المسلحه الارهابيه، واليوم كانوا ناطرين هالفرصه الذهبيه مشان يرجعوا الى حضن الوطن، والوطن احتضنت واستقبلت وبنفس الوقت اعتنت بكل الحاجات الموجوده فيزيولوجيا ولوجستيا لهذا الشعب المناضل. فاليوم نحن بنقول انه محبه انه يا الشعب الحلبي ارجعوا الى حضن الوطن وسلموا الاسلحه، ومنشوف انه هيدا بيكون بدايه السلام وبدايه انتهاء الحرب في سوريا وبالاخص بمدينه حلب. نعم، اذا اعود اليك استاذ معن. استاذ معن هل تسمعني؟ نعم نعم معك. ايضا استاذ معن، نوصف اليوم المشهد الحاصل، خروج الاهالي من الاحياء الشرقيه المحاصرين من قبل التنظيمات الارهابيه واستقبالهم في المراكز المجهزه كذلك، حيث تم توفير كل المستلزمات، وتابعنا قبل قليل مع زميل انس رمضان كافه الخدمات اللوجستيه ما يحتاجون اليها، الصعوبات التي عانوا منها جراء حصار التنظيمات الارهابيه. سيدتي هذا الامر ان دل على شيء مهم، هو رفض الاهالي في المناطق الشرقيه التواجد في المناطق التي يسيطر عليها المسلحين، اي اصبح هؤلاء المسلحين مرفوضين من قبل الاهالي الذي مارسوا بحقهم ابشع انواع الاجرام والحقد والتصفيه بحق ابناء الشعب السوري، فالغالبيه منهم الان يتوافدون الى هذا المعبر للخلاص من الضغوطات أو الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون بحقهم. كما أنني أود أن أستغل هذه الفرصة وأبارك للشعب السوري بالنصر في بني زيد، حيث عادت راية الحق خفاقة فوق بني زيد، وهي راية العلم العربي العلم السوري، علم الحق هو الذي رفع فوق بني زيد بأيدي جنودنا وبواسلنا الأبطال الذين حرروا هذه المنطقة التي كانت مصدرا لقتل أبناء الشعب الحلبي الآمنين في المناطق الآمنة من قبل المسلحين الذين اغتالوا فيها الأطفال. لاحظنا أيام الأعياد كانت فرحة الأطفال، هناك كان العديد أكثر من 40 أو 50 شهيد في مدينة حلب من القصف الذي حصل من مدينة من منطقة بني زيد من قبل العصابات الإرهابية. فإن شاء الله النصر قادم، وإن شاء الله سوف نجد بجهود جيشنا كل حلب سليمة معافاة ويعود إليها الأمن والأمان. كما أنني أؤكد أو لا أؤكد أبدا، ولكن أقول كما قال السيد الرئيس في كلمته الأخيرة عندما قال أن حلب سوف تكون هي مقبرة لأحلام أردوغان وأمثاله. فعلا ها هي أضحت، وها هي بشائر النصر أضحت، والنصر قادم بإذن الله. نعم، أعود إليك، أعود إلى القصة هارتيون. أيضا كيف ترى شكل المرحلة المقبلة، وخاصة نتحدث اليوم عن ثقل استراتيجي لمدينة حلب، للحاصل اليوم ولنتائجه أبعاد إقليمية ودولية، نتحدث عن إنجازات الجيش العربي السوري الحاصلة على الأرض؟ بالتأكيد النتائج سنرى على السياسة الإقليمية في المدى المنظور بدها تكون لصالح سوريا، وهيدا كان مبرم من اكثر من 8 اشهر، ولكن اخذ الوقت المساومات الروسيه والامريكيه بمجال التسويه الصالحه والتسويه الحقيقيه مع تركيا. ولكن اليوم سنرى في المدى المنظور ان سوريا هي المنتصره، وان اسقط كل المناهج الجيوسياسية الموجودة في الخارج وفي الأمم المتحدة ضد سوريا. واليوم بدنا نشوف عن قريب أنه كيف أمريكا وروسيا بدهم يكونوا هن ملتزمين بالتشديد وبترسيخ الانتصار يلي حققه الطال وبواسل الجيش العربي السوري.
نعم، ينضم إلينا كذلك متابعة لهذه التطورات من حلب الأستاذ بطرس مرجان عضو مجلس الشعب. تحية لك سيد بطرس، أهلا بك. هل تسمعني أستاذ بطرس؟ هل تسمعني؟ يبدو أن الأستاذ بطرس لا يسمعني. أعود إليك أستاذ معا. دائما بالحديث اليوم عن النتائج، نتائج اليوم هذا التقدم الجيش العربي السوري على الأرض، ما الذي يؤسس له في الميدان في المرحلة المقبلة؟ أستاذ معا؟ نعم نعم نعم، نتائج هذه الإنجازات على الأرض ما الذي تؤسس له في الميدان في المرحلة المقبلة أستاذ معا؟ سيدتي، إن نتائج هذه الانتصارات نتائج عظيمة، حيث أحكمت الطوق الخناق على العصابات الإرهابية فلم يعد لها مصدر تمويل، فهذا الانتصار إن شاء الله سوف يكون له نتائج وبشائر بالنسبة لتحرير كل مدينة حلب العاصمة الاقتصادية في سوريا والعاصمة الصناعية. هذا النصر هو نصر للشعب السوري الذي صمد ثبت وصمد في وجه الأعداء، ونحن بصدد سماع المزيد من الانتصارات بهمة نمور الجيش، ونثني على هذا الجيش الباسل الذي يقوم بتحرير أراضي الوطن الغالية من براثن الإرهاب، وبإذن الله سوف نرى حلب معافاة وكل سوريا معافاة من براثن الإرهاب. أشكرك جزيل المحامي معا عساف عضو مجلس الشعب السابق، كنت معنا عبر الهاتف من حلب. أعود إليك حضرة القصوى، كنا نتحدث عن شكل المرحلة المقبلة، نتحدث عن الوضع في حلب، خاصة أن أهالي حلب عانوا الكثير طيلة السنوات الماضية جراء هذا الإرهاب، تحدوا وصمدوا. نعم، بالحقيقة مدينة حلب والشعب الحلبي دائما كان الشعب الصامد، وهو كان الرمز الحقيقي للدفاع عن الوطن، وكل الأيديولوجيات اللي نحن درسناها وتعمقنا في مناهجنا الدراسية وفي خطاباتنا السياسية نحن عشناها بمدينة حلب من خلال صمودنا ومن خلال وفائنا لوطننا، لأنه الوطن هو بيت، ونحن أبدا لا نساوم مع العدو وقت اللي بيكون خطر على البيت. واليوم من إحدى النتائج سنرى أن أوروبا اللي كانت هي الداعمة الأساسية والأول في الإرهاب وفي نتاج هالموضوع، سنرى أن الإرهاب انتقل إلى تركيا وإلى أوروبا للأسف. أنا بقول للأسف لأنه نحن أبدا ما بنريد أنه هالإرهاب يكون له أي تأثير سلبي لأي دولة ولأي شعب على الكرة الأرضية. فنحن ولكن بنشوف أنه الداعمين للإرهاب هن صار عندهم هلا بيتهم غير مستقر وغير هادئ، وللأسف أنا بعود وبكرر أنه سوريا اليوم طلعت منتصرة من خلال هدوءها ومن خلال حكمتها في التعامل مع الإرهاب ومع كل الجبهات اللي كانت عم تحاول تضعف سوريا اقتصاديا سياسيا وجيوسياسيا. نعم، إذا متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب مباشرة عضو مجلس الشعب الأستاذ بطرس مرجانة. مرحبا بك أستاذ بطرس. أهلا 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 بك، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد جيشنا الوطني الذي حافظ علينا جميعا وحافظ على وحدة أرضنا وبلادنا. التحية لرجال الجيش العربي السوري الذين حموا الأرض وحموا التاريخ والمستقبل. أستاذ بطرس، السيد حسن نصر الله بالأمس قال أهمية ما تحقق في حلب من إنجازات يرتبط بإسقاط مشاريع إقليمية أمام صمود الشعوب وحركات المقاومة، المعادلات الجديدة التي تم إرساءها من خلال الإنجازات التي تحققت في حلب وأبعادها الإقليمية والدولية.
بالتأكيد ما تم إنجازه في حلب هو كسر لشوكة ما كان يدبر إلى سوريا، إلى سوريا فقط وإنما للمنطقة، وبالتالي فإن ما تم إنجازه في حلب هو وقف في وجه هذه المؤامرة التي كانت تحاك لتفتيت المنطقة بكاملها، وتصدت سوريا لهذا العمل وأنجزته، وبداية نهايته أرجو أن تكون بحلب، وإن شاء الله كلنا أمل بأنه تكون بحلب، لأنه أبطالنا في الجيش العربي السوري لن يقفوا عند حدود حلب، وإنما سيعيدوا إلى حضن الوطن كل شبر من سوريا. نعم، كيف سيكون لذلك تأثيرات انعكاسات ونتائج سياسية، خاصة نتحدث عن استحقاقات مقبلة ومنها لقاء جنيف المزمع عقده في نهاية آب؟ بداية، هل سيعقد لقاء جنيف في آب المقبل، وإن عقد كيف ستكون نتائج هذه التطورات الميدانية والإنجازات الحاصلة على الأرض على طاولة الحوار؟ الكثير كان يراهن على كسر معنويات الشعب السوري وقبل الوصول إلى جنيف، ولكن ما حدث أن الشعب السوري قال كلمته وخاصة في مدينة حلب، وبالتالي هذه الكلمة فإن عقد جنيف سيكون لها مكان في جنيف، كلمة الشعب السوري سيكون لها مكان في جنيف، وبالتالي فكلنا أمل بأنه يعقد جنيف، لأنه استراتيجية سوريا هي استراتيجية سلام. إذا نرجع لتاريخ سوريا القديم والغارق في القدم، سوريا لم تكن في يوم من الأيام بلدة غازية ومتعدية على غيرها، وإنما كانت دائما وعلى مراحل تاريخ كاملة ترد العدوان عليها، فهي مهد السلام وأرض السلام وبلد السلام ومد إيدها للسلام. نعم، لكن أستاذ بطرس، إن عقد هل تتوقع أن يكون له شكل مختلف عن الجولات السابقة؟ بالتأكيد سيكون له شكل مختلف، وأنا أقول أن كلمة الشعب السوري ستكون على الطاولة، وتقرير مشير الشعب السوري التي هي في يده وسيادته واستقلاليته ووحدة أراضي ستكون على الطاولة في جنيف، هذا بالتأكيد، وهذا ما فرضه الجيش العربي السوري وما قام وما قدمه ضمن الواجب. وهون لازم نترحم على شهداء السوريين كاملين عسكريين ومدنيين، والشفاء التام والعاجل للجرحى، فهذه الكلمة سيكون لها صداها وستسمع إن عقد جنيف ستسمع. فهلأ القرار للذين يصنعون جنيف، فهل حالة هل تناسبهم بأن يعقد؟ فإذا كانوا هن عندهم رؤية للسلام في المنطقة يجب أن يعقد جنيف، أما إذا كانوا يدعون السلام والحل السياسي ويفعلون ما لا يدعون فهذا أمر آخر، جنيف لن تعقد. نعم، أعود إليك حضرة القس بسؤال أخير. صدى اليوم هذا المشهد من مدينة حلب، كيف سيكون تأثيره على كامل المنطقة، بما أننا نتحدث اليوم دائما عن داعمي الإرهاب، نتحدث عن التركي السعودي، ونتحدث عن ضربة تلقتها هذه التنظيمات الإرهابية المدعومة إقليميا ودوليا؟ بالحقيقة سوريا من أول نبرات الحركات الدبلوماسية كان في له مكاسب سياسية قوية، واليوم بالنصر يلي حققه الجيش العربي السوري بالأخص بمدينة حلب زاد قيمة وثقلا لهالمكاسب السياسية. اليوم أنا بشوف أنه المجاميع الإرهابية والعدو دائما تكتيكيا كان عم يتابع انتصارات والمكاسب السياسية يلي سوريا عم تنتصر، فأكيد بدها تراجع حساباتها وستتراجع عن كل المؤامرات اللي كانت عم بتخوض ضد سوريا. واليوم أنا بقول إنه إذا العدو ذكي هو بتراجع وبينسحب من أراضي سوريا، لأنه خسر كل شيء، وأكثر من هالخسارة ما بقى في شيء يخسر عندهم إقليميا ومحليا. نعم، أشكرك جزيل الشكر القس هاروتيون سليميان، رئيس الطائفة الأرمنية الإنجيلية في سوريا، كنت معنا عبر الهاتف من حلب، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من دمشق متابعة لهذه التطورات الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية، مرحبا بك دكتور عبد القادر.
أسعد الله أوقاتك. أهلا بك. وأوقات جميع مشاهدي قناة الإخبارية السورية. أهلا بك دكتور عبد القادر. قراءة وتوصيف للمشهد الحاصل اليوم بانعكاساته الكبيرة بطبيعة الحال سواء في الميدان وفي السياسة. كنا نتابع هذه المشاهد قبل قليل من حلب لخروج الأهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية، والذين تم توفير مراكز لهم من أجل استقبالهم وتوفير كل المستلزمات. وكذلك نتحدث عن الأرض عن إنجازات متتالية للجيش العربي السوري. سيدتي الكريمة، يعني التحية لشعبنا ولجمهور المشاهدين، الرحمة للشهداء، التحية لجيشنا البطل. على المستوى العسكري أستطيع القول بأن اليوم انتصارات الجيش العربي السوري تعتبر انتصارا وتحولا نوعيا في أم المعارك، في كسر قاعدة ممنوع اللعب في حلب التي سادت لفترة زمنية. اليوم تغيير الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء قواعد الاشتباك خاصة في مدينة حلب، هذا التطويق المزدوج الذي قام به الجيش من خلال سياسة القضم البطيء والتقدم نحو أحياء يتواجد فيها المسلحون بعد أن قام بالسيطرة على طريق الكاستيلو، وبعد ذلك أيضا استكمالا لتأمين المدخل الجنوبي لمدينة حلب وإجهاض محاولات الإرهابيين التسلل عبر بلدة الحاضر، وأيضا تأمين حلب من الجهة الشمالية والشمالية الغربية، نعم، وقطع خطوط كل الإمداد نحو الأحياء الشرقية. نعم، هذا تحول عسكري نوعي استراتيجي، باعتبار بأن هذا يؤكد بأن المعركة بالنسبة للقيادة العسكرية والقيادة السياسية هي علم استراتيجية وتكتيك. القرار هي التي تتخذه متى تبادئ ومتى تقوم بتهدئة هنا وهناك. على المستوى السياسي سيدتي الكريمة، اليوم سنجد نوع من الاشتباك، نوع من صراع كباش دولي حول حلب بشكل أساسي، لجهة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقع سرعة إنجاز الجيش العربي السوري. هذا التوافق الروسي الأمريكي النسبي الذي قابل للتصدع بأي لحظة، وجدنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وفق براغماتية مبتذلة أعادت نفض من جديد كل ما يعني بدأت الحديث عنه حول تحرير أو فيما يتعلق بمدينة حلب. بنفس الأمر على المستوى الإنساني وجدنا كيف أن حكمة القيادة السياسية وازنت بشكل جيد ما بين الانتصارات الميدانية وما بين البعد الإنساني والمناقبية العقائدية والوطنية والإنسانية من خلال صدور مرسوم العفو بالتزامن اليومي مع انتصار حلب، وأيضا بالتزامن مع إيجاد ممرات إنسانية لتحرير الإرادة الشعبية لأبناء مدينة حلب الذين هم تحت سيطرة الإرهابيين. كل هذه المناقبية، كل هذا البعد الإنساني لمدينة الحضارة والإنسانية، لمدينة سيف الدولة الحمداني ومدينة أبي فراس الحمداني ومدينة أيضا الرئيس المطور الدكتور بشار الأسد، كل هذه الأبعاد لا شك بأنها لا تروق لأعداء سوريا. فبالتالي من هنا يعني هي نقاط جد هامة دكتور عبد القادر، كل ما تحدثت به وكل نقطة بحاجة إلى تفصيل. أبدأ مع البعد الإنساني وهي نقطة هامة جدا. اليوم روسيا دعت مجددا وقالت روسيا وأكدت عدم وجود أساس أو أسس للتشكيك بالأهداف المعلنة للعملية الإنسانية التي بدأتها القوات السورية والروسية في حلب، وحذر نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف من أن التصريحات الأمريكية المشككة بالأهداف المعلنة للعملية الإنسانية تأتي في إطار محاولة جديدة للعبة سياسية من قبل الأمريكي. اليوم مع هذه المشاهد، ألا تسقط المحاولات الأمريكية هذه المشككة؟ طبعا سيدتي، دائما لا شك بأن من يجعل من الغدر والمكر أسلوبا ومنهجا في التعاطي السياسي بعيدا عن أي بعد أخلاقي وإنساني، وبالتالي هو لا يجد إلا عبر شاكلته وصورته. فالكل يعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد للسلام، لا تريد أن يكون هناك منهج تصالحي في الدولة السورية. لا شك سيدتي الكريمة بأن اليوم استكمال المعركة العسكرية، المناقبية العالية للجيش وللقيادة كانت تفكر بإيجاد مخرج وممر آمن لهؤلاء المدنيين، خاصة ومن خلال سياق تجارب متعددة
سواء في المصالحات الوطنية أو في دخول المساعدات الإنسانية، وجدنا كيف أن الأمور كانت تستثمر من قبل بعض أطراف مستفيدة من إدامة دوامة الحرب، متطرفين أو أثرياء الحرب والقتل والتدمير، أو أن مساعدات إنسانية دخلت لمناطق فبالتالي أكل الإرهابيون وجاع المدنيون. كل هذه التجارب، كل هذه الثغرات هي التي اليوم برؤية واضحة للقيادة السورية تعمل على تلافيها، وبالتالي من هنا جرت المعالجة السريعة بشكل سريع للبحث عن ممرات إنسانية آمنة وإعلام المدنيين بهذه الممرات، خاصة بأن قسم كبير من المدنيين تحت سيطرة المسلحين كما نعلم هم مستلبو الإرادة. حوادث تصفية جسدية جرت للعديد منهم الذين أعلوا صوتهم تجاه المصالحة وتجاه خروج الإرهابيين، فبالتالي الدولة السورية بهذا المنطق، المنطق التصالحي بمنطق الحكمة وقيادة الدولة، فقيادة الدولة مسؤولية وطنية تقف على مسافة واحدة الدولة من الجميع. لا شك بأن العفو سمة أخلاقية عالية، بالنتيجة مرسوم العفو لم يسقط دعوى الحق الشخصي بشكل كافي، ولكنه عبر عن صفح المجتمع تجاه من هو من حمل السلاح وهو ليس من المجموعات الإرهابية، أي لا يحمل الإرهاب تطرفا فكرا ممارسة، أي حمل السلاح تحت ضغط الإرهابيين أو حمل السلاح وهو مغرر به. كل هذا المنطق يجب أن يسود في مرحلة إعادة بناء سوريا، في سد الذرائع على أعداء سوريا، في العمل على قاعدة تقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب. سوف أعود إلى الأبعاد الأخرى وهي هامة جدا، وبدأنا بالبعد الإنساني معك دكتور عبد القادر، وسوف نتحدث عن البعدين السياسي والعسكري. فيما يتعلق بالبعد الميداني أعود إليك أستاذ بطرس، المرحلة المقبلة هل ستكون مع زخم أيضا في الميدان، وبالتالي سوف نكون أيضا مع نتائج سوف تنعكس في السياسة؟ الحقيقة البعد الإنساني له موقع على الأرض. نعم. تخصيص أربع مواقع لخروج سواء أخوتنا المدنيين أو للسوريين اللي ألقوا سلاحهم ويرجعوا، مرسوم العفو اللي أصدره السيد رئيس الجمهورية هو بمثابة عمل إنساني بالدرجة الأولى. فهالموضوع الإنساني لا يمكن التفكيك فيه، لأنه نحن عم نقوم بعمل تجاه أخوة لنا في الوطن. ألو أسمعك أستاذ بسترس، تفضل. فنحن عم نقوم بعمل إنساني تجاه أخوة لنا في الوطن، ونحن وزملائي في المجلس نحن بخدمتهم حال خروجهم من هذيك المناطق، ونحن مستعدين لاستقبالهم وتلبية جميع طلباتهم، ونقوم بخدمتهم سواء في الإيواء أو متطلباتهم أو أي شيء بيريدوه نحن بخدمتهم. وهون بحب أوجه كلمة للناس اللي حملوا السلاح ليستفيدوا من مرسوم العفو اللي أطلقه السيد الرئيس. مرسوم العفو هذا أجا بوقته وبتوقيته، وبقولوا العفو عند المقدرة والمسامح كريم. نحن هالمرسوم أطلق فيعفي عن الناس اللي حملت السلاح واللي بفترة من الفترات ما قدرت تتركه، هلأ عندها فرصة كتير كبيرة تترك هالسلاح وترجع لجادة الصواب. نحن أي طلب وأي فكر مستعدين للمناقشة فيه، بس دون سلاح. نحن وطننا واحد، أهلنا، نحن حلب وحدة. عم ننتظر اليوم اللي هالخطوط، أنا ما بدي أسميها حدود، اللي هالخطوط اللي رسمت في مدينة حلب ترجع تنشال. ودكتور عزوز أظن بيوافقني بهالشي، هالخط هذا خط وهمي، أهل حلب هن أهل مدينة وحدة. نعم. أود إليك دكتور عبد القادر بالحديث عن البعد السياسي. هناك حديث عن لقاء مزمع عقده، لقاء جنيف بطبيعة الحال في آب. بداية، هل سيعقد في آب المقبل، في نهاية آب، لقاء جنيف؟ طبعا يعني سيدتي، أولا أتوافق مع كل ما تفضل به أخي الأستاذ بطرس حول أن بالفعل حلب وسوريا وحدة واحدة، تنوعنا هو مصدر غنى ومصدر إثراء
لبلدنا، وبالتالي من هنا يجب أن ندافع عنه بكل ما أدينا من قوة. سيدتي الكريمة، فيما يتعلق بالعملية السياسية، لا شك بأنه وفق جدلية واضحة ما بين الميدان والسياسي عبر تاريخ الصراعات وعبر تاريخ الأزمات الدولية، نجد بأن الميدان عادة هو يصنع التوازنات، يعيد ضبطها وتعديلها، ليأتي السياسي ليقوم بترجمة وقائع الميدان. فبالتالي العملية التفاوضية تبنى على الوقائع وليس على النصوص والوثائق والنوايا. بالنتيجة عملية تفاوضية تكون مع قوى العدوان على سوريا، هذا بعد مهم جدا عندما تكون الغلبة لأحد الأطراف. ولكن الدولة السورية عندما ذهبت إلى الحوار السوري هي لا تعول على غلب الطرف السوري على طرف سوري آخر على الإطلاق، بل هي ذهبت وفق مسؤولية أخلاقية ووطنية ودولية تقوم على أساس مبدأ الشراكة في إعادة تنظيم المجال العام، وليس على مبدأ الإقصاء والعزل لأحد، خاصة لمن لديه الأهلية لأن يكون جزءا من العملية السياسية. وعندما نقول الأهلية، أي كل من لا يقف في مواجهة الإرهاب، كل من لا يؤمن بعلمانية الدولة السورية، كل من لا يؤمن بهويتنا وثقافتنا وحضارتنا، فبالتالي هذا ليس لديه أهلية لأن يكون جزء من مستقبل سوريا. عندما بدأت الجولات وجدنا بأنه عندما جاء القرار الأمريكي بتعطيل الجولة الثالثة من جنيف 3، كانت أمر عمليات بإحداث ما يسمى تغيير موازين القوى أن تقوم به المجموعات الإرهابية، ووجدنا كيف أنهم قاموا بسلسلة من التفجيرات والتدميرات لتقويض الدولة السورية. المهلة الزمنية شارفت على الانتهاء، فبالتالي من هنا برزت العملية السياسية بالنسبة لهم، لأنها دائما ورقة احتياطية. برزت العملية السياسية، وجدنا اجتماع ماراثوني ما بين كل من كيري وبوتين، كيري لافروف، ومن ثم لقاءات روسية أمريكية أممية في جنيف. في إطار توافق نسبي بدأ الحديث عن إحياء جنيف 3 بجولة جديدة تنطلق بناء على حقائق الواقع وعلى قواعد مرجعية أساسية. فبالتالي في إطار مشارفة المهلة الزمنية على الانتهاء، أعتقد بأن هناك جولة، ولكن تحديد موعدها يأتي في إطار توافق من جديد أيضا قرار روسي أمريكي نسبي مع موضوع إجرائي فني بحث يتعلق بالمبعوث الأممي فيما يتعلق بتحديد الموعد الزمني وتوجيه الدعوات للأطراف. دكتور عبد القادر، بناء على التقدم في الميدان وكما تحدثنا تغيير معادلات من قبل الجيش العربي السوري وإسقاط لمشاريع إقليمية تم في حلب بناء على هذا الإنجاز للجيش العربي السوري، بناء على هذا التقدم هل سيكون هناك دفع للعملية السياسية نتائج من خلال الجولة المقبلة إن عقدت، نتحدث في آب المقبل؟ أولا سيدتي الكريمة، أي عملية سياسية لا تنطلق من خيارات الشعب السوري هي عملية سياسية ستسبب انتكاسة أكبر ولا يمكن أن تكون قابلة للحياة. أي عملية سياسية تفرض من خارج الحدود الجغرافية للدول أيضا لا يكتب لها الحياة والسلام. هناك تجارب في اتفاق 17 أيار في لبنان، في إيد كام ديفي. اليوم انتصار الميدان أي انتصار إرادة الشعب، لم يكن لينتصر الجيش العربي السوري لو لم يكن أبناؤه من أبناء سوريا، ولو لم يكن هناك شعب ظهير أساسي لهذا الجيش. إذن الجيش العربي السوري كتعبير عن إرادة الشعب قال كلمته، إذن الشعب هنا سيدتي من قال كلمته. فبالتالي إذا ذهبنا إلى عملية سياسية تحترم إرادة هذا الشعب وتحترم خياراته، نعم أقول لك بأن العملية السياسية قابلة للحياة وهي قادرة على الإنفاذ في مواجهة كل الأطراف، والعكس صحيح أيضا. نعم، لكن بالنسبة لجدية الأمريكي في هذه المرحلة، نتحدث في الفترة المقبلة دكتور عبد القادر عن انشغال أمريكي بالانتخابات، هل سيستمر الرهان الأمريكي على التعطيل لمزيد من الاستنزاف في سوريا؟ سيدتي الكريمة، يجب أن نؤمن جميعنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية كمقاول حرب أساسي
فبالتالي لديه دائما للحرب بالنسبة له جاذبية أكبر من جاذبية صنع السلام. والولايات المتحدة الأمريكية عادة ما اشتهرت بصنع الفتن والاضطرابات ولا تبحث لها عن نهايات مغلقة. هذا موقف أمريكي، لكن نحن يجب أن نعول نحن على شعوب أبناء هذه المنطقة، أبناء هذه الدول ذات الجوار الجغرافي وذات الجوار التاريخي والاجتماعي، نحن من يجب أن يمتلك إرادة الصمود وإرادة الحياة وإرادة البناء. يعني اليوم نحن يجب أن لا نعول أو أن ننتظر موقفا أمريكيا. اليوم عنصر المبادئة والمبادرة في إعادة بناء ترميم الدولة المركزية وعدم أن نكون جزء من مفاهيم السيطرة على الدولة الوطنية وتقديمها وإعلاء ولاءات ضيقة ما دون الدولة التي هي إرادة الأمريكي وهكذا هي رغبته، هذا يتعلق بإرادتنا نحن. أمريكا سيدتي الكريمة عملت الكثير مئات المشاريع للمنطقة، وعادة هذه المشاريع في معظمها أجهضت من قبل الدولة السورية ومن قبل الشعب السوري ومن قبل شعوب المنطقة. فاليوم لا يمكن أن نعتبر بأن أمريكا قادرة على أن تفعل كل شيء، نحن الشعوب أيضا قادرين على أن نفعل، أن نكون أدوات تعطيل لمشاريع أمريكا في المنطقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا الدكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، وشكر موصول للأستاذ بطرس مرجان عضو مجلس الشعب كان معنا عبر الهاتف من حلب، متابعة كذلك لآخر التطورات، ترقبوا نشرة الواحدة ظهرا، إلى اللقاء.